عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. اسم الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك. سلم على أهلك يكثر خير بيتك، وصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. يا أنس، ارحم الصغير ووقر الكبير، تكن من رفقائي يوم القيامة. يعنينا من هذا الحديث إلقاء السلام على أهل البيت، وسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولج أحدكم بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وعن زيد بن أسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهلها، واذكروا اسم الله، فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم هنا ولا عشاء. يعني دخل إلى البيت فسلم على أهل بيته، يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم هنا. فإذا وضع الطعام وسمى قبل أن يأكل يقول الشيطان لأصحابه: ولا عشاء لكم اليوم. فإذا دخل بيته وسلم على أهله وسمى على طعامه يقول الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام في هذا البيت. أما إذا لم يسلم على أهل بيته ولم يذكر الله على طعامه يقول الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء، المبيت والعشاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك. يعني البيت جنة المؤمن داره، جنته داره. فإذا كانت علاقته طيبة بأهله وأولاده يسعد في داره، وإذا سعد الإنسان في داره خرج إلى الناس وهو سليم الصدر وكان إنتاجه طيباً. يعني الإنسان يقاس إنتاجه بمدى نجاحه في بيته. يعني هذا البيت، هذا العش، هذه اللبنة الأولى هي أصل صلاح المجتمع. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فلذلك على كل زوج أو على كل أب أن يحرص حرصاً بالغاً على سلامة العلاقة بينه وبين أهله وبينه وبين أولاده. فكلما كانت العلاقة طيبة والعلاقة علاقة محبة واحترام وود انعكس هذا في عمله وانعكس هذا في علاقاته الخارجية. فلذلك إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وإذا دخلت على أهلك في حديث آخر فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. الآن قال: أواجب إذا خرجت من بيتك ثم دخلت أن تسلم عليهم؟ قال بعضهم: لا، ولكن هو أحب إلي. يعني من منكم يصدق أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كان الصاحبان إذا مشيا معاً
وفرقت بينهما شجرة يقول أحدهما للآخر السلام عليكم. وإذا كان عندك أخ كريم وخرجت من غرفة الضيوف وعدت إليها فقل السلام عليكم، هذا اسم الله عز وجل. وكلما ألقيت السلام نمت المودة بين المؤمنين. وهذه طريقة سحرية في تمتين العلاقة بين الإخوة المؤمنين. إذا دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقل السلام على رسول الله، هذا أيضاً مما قاله بعض التابعين. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما حكم السلام على الصبيان؟ ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبيان فسلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا دائما. يعني هذا الصبي الصغير يجب أن تهتم به. كلكم يعلم أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما كان يمشي في المدينة رأى مجموعة من الغلمان، لما رأوه تفرقوا إلا واحداً منهم، قال يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. وهذا الغلام الذي مر دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو يتقدم وفد الحجازيين، امتعض سيدنا عمر منه، قال اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سناً. فقال أصلح الله الأمير المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. يعني هذا الصغير إذا عرف أن المسلمين يقدرونه ويقدرون وجوده في المسجد ويحبون وجوده في المسجد ويكرمون وجوده في المسجد، هذا نشأ على حب بيوت الله. وهذا الشاب الذي تعلق قلبه في المساجد من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن من السنة أن تسلم على الصبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له صبي فليتصابى له. وكلكم يعلم كيف كان يركب الحسن والحسين على ظهره الشريف ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما، وكيف كانت الجارية أي البنت الصغيرة تأخذه من يده صلى الله عليه وسلم وتقوده حيث شاءت. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يقول لاعب ولدك سبعاً وأدبه سبعاً وراقبه سبعاً ثم اترك حبله على غاربه. على كل، طرح السلام من الإسلام صغيراً كان أو كبيراً، قريباً أو بعيداً، مسلماً أو غير مسلم. لكن لو واحد مثلاً مشى في سوق الحميدية اليوم أو في أيام الازدحام أو في أيام الأعياد، هل عليه أن يطرح السلام على كل أولئك؟ لا، ليس هذا وارداً إطلاقاً. قيل إذا مشى المسلم في السوق أو في الشوارع المطروقة ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، وهو أن السلام يكون في هذه الحالة لبعض الناس دون بعض، لمن تعرف. دخلت إلى محل تجاري، السلام عليكم. دخلت إلى المسجد، دخل معك شخص حازاك في الدخول، قل له السلام عليكم. أما في الأسواق المزدحمة ليس من المعقول أن تطرح السلام على كل الناس. على كل، من حكم السلام أنه به تستكسب الود وتستدفع المكروه. في شخص شرير إذا سلمت عليه
انطفأت شرته. فالسلام أحياناً تستجلب به المودة أو تستدفع به المكروه. فإذا كان شخص يعني يخشى شره وسلمت عليه وكنت معه لطيفاً، ربما صرف النظر عن إيذائك، هذا من حكمة السلام. الآن في عنا أحكام أخرى، أنه إذا جاء في الخطاب لفظ السلام، تقرأ رسالة، تقرأ في مقدمة الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال العلماء: يجب أن تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أن ترد على السلام المكتوب، هذا حكم فقهي. وعن عائشة أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا ألقي عليك السلام مباشرة وجها لوجه لا بد من أن ترد السلام، وإذا جاءك السلام مكتوبا أو جاءك على لسان إنسان آخر يجب أن تقول: عليك وعليه السلام، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فعن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إن أبي يقرئك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك السلام وعلى أبيك السلام. رواه أبو داود. إذن طرح السلام مباشرة لا بد له من رد، إذا جاء السلام كتابة لا بد له من رد، إذا جاء محمولاً عن طريق شخص ثالث لا بد له من أن تقول: عليك وعليه السلام. الآن إذا كان المؤمنون جماعة فطرح السلام سنة كفاية، سنة كفاية، إذا قام أحدهم سقط عن الباقي. وإذا كان المطروح عليهم السلام جماعة فرد السلام واجب كفاية. إذا كان الذي طرحت عليه السلام واحداً رد السلام واجب عين، وإذا كان الذي طرحت عليه السلام جماعة رد السلام واجب كفاية. طرح السلام من جماعة سنة كفاية، طرحها من واحد سنة عين، هذا حكم السلام. طبعاً الحكم المعروف: طرح السلام سنة ورده فرض أو واجب، والواجب أولى. الآن هناك أحوال يكره فيها طرح السلام، يعني الإنسان إذا كان يبول مثلاً في سفر مضطر لا يجوز أن تطرح عليه السلام، أو إذا كان يصلي، أو إذا كان يؤذن، أو إذا كان يقيم الصلاة، أو إذا كان في الحمام يعني يغتسل، طرح السلام على هذا الإنسان لا يجوز. أو إذا كان في فمه لقمة أو وهو يأكل وهو يبتلع الطعام طرحت عليه السلام فأجابك فتضايق. أما السلام في حال خطبة الجمعة فهو مكروه، يعني في أثناء خطبة الجمعة وفي مجالس العلم السلام مكروه، لأن كلما دخل إنسان السلام عليكم وعليكم السلام راح الدرس. ففي الخطبة وفي مجلس العلم لا يجوز أن تطرح السلام، دخولك إلى المسجد هو السلام. أول بقى جاي معنا. وكذلك لا يجوز أن تطرح السلام على من يقرأ القرآن، فالأولى ترك السلام عليه. الآن ندخل في باب آخر، باب المصافحة والمعانقة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. إذن فهم من هذا الحديث أن السلام بين المؤمنين هو المصافحة، سلم عليه وصافحه بيمينك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا سلمان الفارسي أنه قال: إن المسلم إذا لقي المسلم أخاه فأخذ بيده تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. إذن هذا السلام وهذه المصافحة مما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فليأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. إذن النبي نهى عن أن ننحني لبعضنا بعضاً، ونهى أيضاً عن أن يلتزم بعضنا بعضاً ويقبل بعضنا بعضاً، إلا لحديث آخر نراه بعد قليل. حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه، وكان جعفر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم أنه إذا قدم الإنسان من سفر وكان لقاء بعد غياب طويل، السنة أيضاً أن تلتزمه وأن تعتنقه وأن تقبله، هذه السنة. أما التقبيل على الطلعة والنازلة هذا ليس من السنة، المصافحة من السنة، طرح السلام من السنة. من آداب السلام أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. ومن آداب السلام أيضاً أنه إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. لكن السنة إذا دخلت إلى جماعة وسلمت عليهم وصافحتهم واحداً واحداً، ليس عليك أن تصافحهم حينما تغادرهم، لك أن تقول السلام عليكم. فالمصافحة عند الدخول فقط وعند الاستقبال، أما عند الوداع يجزئك من السلام أن تقول السلام عليكم وتذهب. هناك بعض أحكام أخرى متعلقة بالسلام. روى الإمام البخاري في صحيحه في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام. يعني أنت صاحب محل وعندك صانع، فتح المحل صباح الخير السلام عليكم الله يعطيك العافية مثلا، ماذا تكلفك هذه؟ هذه تبث في نفسه الحب، تبث في نفسه الطمأنينة. هناك أشخاص يبخلون بإلقاء السلام، يقول هذا ليس شأنه من شأني. هنا المشكلة، هنا الكبر أساساً. يجب أن تسلم على كل من تلقاه ممن حولك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبخل الناس من بخل الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء.
إذا كان الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأمرنا أن ندعوه، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. فتبخل أن تدعوه؟ لكن الأحكام الشرعية المتعلقة بطرح السلام على بعض الأشخاص دقيقة جداً، فقد روى البخاري أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسلموا على شراب الخمر. إنسان شارب خمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام، أنت كأنك تقره على عمله، هذا السلام بين المؤمنين، هذا المتلبس بالمعصية الذي لا يأبه لهذه المعصية من المسلمين لا ينبغي أن تسلم عليه. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن تسلم على الفاسق ولا المبتدع، فإن اضطر إلى السلام بأن خاف أن تترتب مفسدة في دين أو دنيا لك أن تسلم عليه. يعني إذا كان عدم سلامك على هذا الفاسق أو المبتدع أو شارب الخمر يترتب عليها مفسدة كبيرة في الدين والدنيا فينبغي أن تسلم عليه، هذا هو الحكم الشرعي. يعني إنسان لو لم تسلم عليه لجاءك منه شر خطير، عندئذ سلم عليه اتقاءً لشره، مع العلم أنه شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. بعض العلماء قال ينوي أن السلام من أسماء الله عز وجل، فإذا قلت السلام عليكم يعني الله رقيب عليكم، هذه نية مقبولة. حتى أن السادة الأحناف قالوا إن ترك السلام على من يتعاطى خوارم المروءة من باب التأديب أولى. من يتعاطى خوارم المروءة يعني كل عمل يخل بمروءة الإنسان، هذا العمل يجب أن يشعر هذا العاصي أنه منبوذ اجتماعياً. طبعاً تعلمون موضوع العدالة كيف تسقط وكيف تجرح، تسقط من عامل الناس فلم يكذبهم، تسقط بالكذب، من حدث الناس فلم يكذبهم وعاملهم فلم يظلمهم تسقط بالظلم، ووعدهم فلم يخلفهم تسقط بإخلاف الوعد. فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته، ظهرت عدالته وجبت أخوته حرمت غيبته. وتعلمون أنه الأكل في الطريق والمشي حافياً في الطريق والبول في الطريق وأكل لقمة من حرام، تطفيف بتمرة، صحبة الأراذل، الحديث عن النساء، من أطلق لفرسه العنان، من قاد برذوناً، هذا كله مما يجرح العدالة. السادة الأحناف قالوا إن هؤلاء الذين يفعلون أفعالاً تسيء إلى مروءتهم وعدالتهم يجب أن نؤدبهم، ولكن الأحكام تتغير بتغير الأزمان. حينما يكون الجو العام جواً صحياً فيه استقامة طيبة من المجتمع، إذا خرج أحدهم عن هذا الخط يجب أن يؤدب، أما إذا فشى هذا الانحراف فصار عدم إلقاء السلام لا يؤدي الهدف الذي أراده العلماء من هذا الحكم الذي استنبطوه. الآن قالوا من قبل يد غني لدنياه وثروته وشوكته وجاهه ونحو ذلك فإن هذا مكروه كراهة شديدة، بل إنه يرقى إلى حكم الحرام. وكلكم يعلم أنه من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني يبتغي من ماله فتضعضع له تمسكا تذلل ذهب ثلثا دينه،
ومن التضعضع له أن تقبل يد من أجل الطمع في المال أو الثروة أو الشوكة أو الجاه. هذا أيضاً مكروه كراهة شديدة، بل إن بعض العلماء ومنهم النووي قال حرام. شيء آخر، يقول ما حكم التقبيل؟ قالوا تقبيل الأرض والأقدام أمام العظماء والملوك وتقبيل أيدي السيدات الأجنبيات كما هي الحالة في بعض العادات والتقاليد وتقبيل أيدي الفتيات المراهقات في المجتمعات وعند المقابلات، هذا منكر إنكاراً شديداً. ما حكم تقبيل اليد؟ قالوا حكم تقبيل اليد نابع من الباعث لهذا التقبيل، من الباعث لهذا التقبيل. فقد يكون التقبيل أساسه بقصد الخضوع وإعلان العظمة، الخضوع وإعلان العظمة، هذا الباعث غير مشروع. وقد يكون بقصد إشباع الغريزة تحت ستار التحية، وهذا الباعث غير مشروع. وقد يكون تلبية للشفقة والرحمة للوالدين، وهذا الباعث مشروع. وقد يكون اعترافاً بفضل، وهكذا تتنوع بواعث التقبيل، ويأخذ حكم التقبيل حكم الباعث، حكم الباعث. إذا كان الباعث التعظيم والتبجيل أو الشهوة الخفية فهذا تقبيل محرم. إذا كان الباعث إكرام الأم والأب وإشعارهما بأن هذا الابن بار بهما فهذا الباعث مقبول. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الفقهاء يقول تقبيل المودة للولد يكون على الخد، الطفل الصغير يقبل على خده، وتقبيل الرحمة للوالدين يكون على الرأس وعلى اليدين طبعاً، وتقبيل الشفقة للأخ يكون على الجبهة. نعم. بقي علينا موضوع القيام. يقول عليه الصلاة والسلام من سره أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من النار. من سره أن يتمثل له عباد الله قياماً، أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من النار. الآن هناك حكم رد السلام على الأخت المسلمة. جاء في حاشية ابن عابدين الحكم التالي: إذا عطست شابة مسلمة في حضرتك فلا يجوز أن تشمتها. يرحمك الله، أي مواردة. ولا يسلم عليها، فإذا سلمت عليه يرد السلام بلسانه إن كانت متقدمة في السن وبقلبه إن كانت شابة. إذا سلمت امرأة أجنبية على رجل إن كانت عجوزاً رد عليه بلسانه بصوت يسمع، وإذا كانت شابة رد عليها في قلبه. وإذا كان الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه كتماماً، بالعكس إذا كان المسلم شيخاً كبيراً ردت عليه السلام، فإن كان شاباً ردت عليه السلام بقلبها. هذا رأي السادة الأحناف في موضوع السلام على الشابة الأجنبية. حديث في موضوع السلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. اسم الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم.